التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة في قطاع الاتصالات تضمن له النجاح، لا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية. وشدد السيسي خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الدولة المصرية تتحول نحو الرقمنة بقوة من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة سواء في الحاضر أو المستقبل. يواصل المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية تظاهراتهم رغم موافقة البرلمان على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وطلب المتظاهرون في بغداد بطرح أسماء المرشحين لتولي الحكومة المقبلة على الاستفتاء الشعبي وعدم تعيين حكومة جديدة من قبل القوى السياسية. ودخلت البلاد حدادا عاما على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات والذين تخطت أعدادهم 400. كما أعلن عدد من المحافظات تعليق العمل في المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه سيطلب من الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي الناتو خلال قمة الحلف المرتقبة في لندن دعم اليونان في مواجهة محاولة تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن الحلف لا يمكنه أن يظل غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي انتهاكا صارخا، لافتا إلى أن تبني نهجا محايدا هو أمر يأتي على حساب اليونان التي لم تسعى أبدا إلى تصعيد التوترات في المنطقة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب في إطار مساءلة الرئيس. وأضاف مستشار ترامب في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية أن فريق ترامب لن يشارك في أي جلسة قبل إعلان أسماء الشهود وضمان توفير اللجنة القضائية عملية تتسم بالعدالة. قالت وسائل إعلام أمريكية أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين توقف حاليا بسبب قانون هونغ كونغ. وأضافت أن الفريق الأمريكي المفاوض قرر إرجاء المفاوضات التجارية لحين اتخاذ الصين موقفا أكثر إيجابية تجاه المتظاهرين في هونغ كونغ. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن القانون الذي وقعه ترامب الخاص بدعم المحتجين في هونغ كونغ يعد تدخلا خطيرا في شؤون الصين. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.